في ظل الإجراءات الأخيرة التي اتخذت الحكومة لتخفيف أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية وضمن المساعي الرامية إلى تنفيذ القرارات الجديدة، يأتي اجتماع والي نواكشوط الغربية بالسلطات الإدارية والمنتخبين المحليين ووجهاء مقاطعة السبخة للتأكيد على ضرورة تطبيق واعتماد الأسعار الجديدة. عد الاجتماع تعليمات من فخامة رئيس الجمهورية لتعدل مجهود تخفيض الأسعار، لكن مجهود يامس وسمعت البارح وبيان مجلس الوزراء وفيه بعض الأسعار الأساسية وعدل فيها مجهود التخفيض، والعمل متواصل للتخفيض أكثر وأن الدولة تتحمل أكثر كلما دعت الضرورة. ذوك باتي قمر لا يتم تزويدهم دائم، ما تلقى فيه انقطاع، واليوم لقضية الأسعار يضط كل حد يعرف عن الظروف اللي بتينا اللي تجي للدول، يضط كل حد يتحمل المسؤولية ويضحي من أجل الوطن ومن أجل الأمور اللي متعلقة بالمواطن ومصلحته. المتدخلون ذمنوا الإجراءات المتعلقة بالتسعيرة الجديدة. شاكر لكم على الأسعار اللي جيتونا بها وشرحتونا واللي كان مفصول فيها، واللي جزا الله خيرا الدولة لأنها قائمة بذاك وكانت لا متابعته. أولا نحن يلا نعود حريصين إلى مصالحنا، واحد منا ما لا يشري يكون بالسعر المحدد، وحريص المواطن قاعد عليه لأنه هو هذا من بنته يبقي لا يشري شيء ما لا يسمح بك زيادة. الحكومة تؤكدت ضرورة تطبيق واعتماد الأسعار الجديدة ومعاقبة كل عملية خرق أو تجاوز لها.